السلام عليكم، معكم مشعل الكربي، أخصائية تغذية سريرية. نبذة عني، معكم أخصائية تغذية سريرية خريجة من جامعة الملك سعود، مؤلفة كتاب لست تفاحة، مؤلفة كتاب كيف تزيد من وزنك. طبعا الكتابين معي الأخصائية لين عبد الكريم. خبرتي أكثر من 4 سنوات في مجال التغذية السريرية. حصلت على شهادة مثقفة للمصابين بالسكري وشهادة تدريب المدربين. ظهرت في العديد من اللقاءات التلفزيونية. تطوعت في نشر معلومات تغذوية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كما أقدم استشارات في مجال تخصصي وعن تجربتي في تأليف الكتاب في السعودية. بعض الأسئلة اللي تجي عن تخصصي، إنه كيف اخترتي تخصص التغذية عن بقية التخصصات؟ يعني مثلا ليش اخترتي للتخصص هذا؟ طبعا أنا ما اخترت هذا التخصص، لكن في أول أسبوع دراسي في هذا التخصص كنت أستمع للمحاضرات، وكل واحدة تعرف بالمادة اللي راح تقوم تدريسها لنا وعن التخصص هذا، فتحمست إني أستمر في هذا التخصص وبدون تغيير مساري. طبعا في فترة الامتياز تدربت في 5 أماكن. أول شيء في الوحدة الصحية الثالثة، النظام فيها أنه أزور مدارس بشكل شبه يومي وألقي عليهم محاضرات في التغذية، أسوي عروض باوربوينت أو شفهيا، يعني مو لازم عرض باوربوينت، حسب النظام في الوحدة الصحية اللي تدربون فيها. أيضا تدربت في عيادة التغذية اللي في كلية جامعة الملك سعود، كان النظام فيها استقبال المراجعات من طالبات ومنسوبات الجامعة، نقدم استشارات غذائية ونقوم بعمل حميات بناء على الحالة الصحية. طبعا تدربت في عدة مستشفيات، وكل مستشفى له نظام مختلف، لكن بشكل عام انه كل فترة نتدرب مع أخصائية مختلفة، وكل أخصائية تخصصت في هذا المستشفى في مجال معين في التغذية. سبب شغفك في التغذية؟ طبعا مثل ما ذكرت لكم انه هالتخصص يعني ما اخترته في البداية، لكن انه بشكل عام ان التغذية تلعب دور في صحة الفرد، سواء الصحة النفسية او الجسدية. طبعا التخصص هذا اعطاني معلومات كثيرة واثر على العادات الغذائية، وكثير يسألوني اسئلة وتتكرر هذه الاسئلة، دلت أن المجتمع بحاجة إلى توعية مستمرة في هذا التخصص في التغذية بمختلف المواضيع. وبسبب اهتمام الناس تم تأليف كتاب عن التغذية العلاجية اسمه لست تفاحة، موجه للمجتمع ومناسب للطلاب الامتياز، طالبات التغذية اللي حاب يعرف عن المجال والمجتمع بشكل عام، وحتى جميع الممارسين الصحيين زملاء المهنة. بالنسبة لطبيعة العمل في التخصص، طبعاً أنا أتكلم بشكل عام، ما راح أحدد اسم منشأة معينة، ولكن بعض الأماكن يكون فيها قسم منفصل للنساء للرجال، في أماكن فقط نسائية، يعني مثل الأندية الرياضية هذه تكون فيها نسائية، بعضها يكون فيها عيادات تغذية، عيادات مثلا عيادات التغذية في الجامعة، العيادات في القطاع الخاص، المستشفيات طبعا ونحوها. طبعا الدوام يختلف على حسب المنشأة ونظامها، في منشآت وعادة تكون المنشآت في القطاع الصحي يكون الدوام 8 ساعات يوميا، بعضها تكون على دوام واحد، بعضها على دوام فترتين منقطع، يعني 4 ساعات 4 ساعات ومدة 6 أيام في الأسبوع. بعضهم يخلونها دوام كامل 8 ساعات متصلة، 5 أيام في الأسبوع ويومين راحة. بعض الدوامات مثلا تقول دوامك 8 ساعات أو 7 ساعات، بس أنت تبدين مثلا من 7 إلى 8 حسب المنشأة، بس يعني تبدين مثلا الساعة 7 تداومين أو 8 أو 9 مثلا، وتشتغلين 8 ساعات وخلاص انتهي دوامك، هذا اللي يسمونه الدوام العمل المرن حسب المنشأة. وفي الدوام الجزئي، إنك تشتغلين ساعات بسيطة في اليوم، مو بدوام كامل زي 8 ساعات. طبعا ممكن في ايش يتوظف اخصائي التغذية اذا تخرج وحصل على الترخيص؟ ممكن كاخصائي محاضر في الجامعة، او كممارس صحي اخصائي تغذية في المستشفيات او العيادات سواء حكومي او خاص، في مجال الابحاث، او مثلا في مجال اقامة الدورات المتعلقة بالتغذية العلاجية، ممكن في المدن الطبية،
الهيئة العامة للغذاء والدواء، وزارة الصحة، مراكز الرعاية الصحية، ممكن في شركات الأغذية اللي تنتج مكملات غذائية، الشركات العالمية مثلا، الجمعيات التطوعية، الأندية الرياضية، العمل عن بعد، أو في العمل من ناحية العمل الحر، إن الشخص هو يقوم بفتح مشروعه الخاص، عيادة تغذية، مركز صحي، العمل عن بعد، تطبيق تقديم استشارات ونحوه. هل التخصص مرغوب؟ طبعا هو حسب رغبة الشخص واهتمامه في هالمجال، لكن إنه وفعليا عدد الخريجين في هذا التخصص غير متوافق مع عدد الوظائف اللي قاعدين يعلنون عنها هنا عندنا، لكن الشخص عشان يكون نسبة حصوله على الوظيفة أعلى يحرص أنه ياخذ معدل دراسي عالي ويتطوع في مجال التغذية، ويحاول قد ما يقدر يكسب علاقات مع زملاء المهنة وياخذ من خبرتهم. طبعا أخصائي التغذية إيش ممكن يشتغل إذا توظف في مستشفى؟ طبعا حسب سياسة مستشفى لمستشفى آخر تختلف، ولكن بشكل عام إنه يصير في تقييم متابعة الحالة الغذائية للفرد، اختيار الأطعمة المناسبة للمريض في الخطة الغذائية، العمل مع الفريق الطبي، يخطط ويحسب العناصر الغذائية المناسبة للمريض، يعني يحسب إيش كمية النشويات، كمية البروتين، كمية الدهون المناسبة، كمية العناصر الأخرى مثلا أيضا الماء، يحسب له كمية الماء المناسبة، يقلل أو يزيد على حسب حالته الصحية. أيضا وضع سياسات في القسم وتطويرها، أيضا إنتاج مواد علمية غذائية مثل البروشورات، المقاطع الفيديو التوعوية موجهة للمريض أو موجهة اللي يقوم برعاية المريض أو زملاء المهنة عشان يكون عندهم فكرة عن هذا التخصص. أيضا ممكن إنه يشارك في إقامة الدورات المتخصصة في التغذية، مثلا يلقي محاضرة في التغذية في مؤتمر في عم أو عن بعد حتى. أيضا مشاركة في الحملات التوعوية التطوعية سواء في داخل المستشفى أو خارجه. أيضا يسوون بحوث في مجال التغذية العلاجية، وأيضا تدريب طلاب الامتياز. لما يشتغل أخصائي التغذية في مكان معين مع الوقت يكسب خبرة في المجال اللي مسكه، يعني مثلا إذا الحالات اللي تجي في مثلا في المستشفى بشكل عام حالات تجي عن عمليات التكميم، يصير أخصائي تغذية متخصص في عمليات السمنة أو عمليات التكميم. أيضا من المجالات الأخرى، وطبعا ما تنحصر على اللي ذكرتها، أخصائي تغذية متخصص في تغذية الأطفال الخدج اللي مولودين قبل وقتهم، في تغذية الأطفال كبار السن، أخصائي تغذية متخصص في تغذية المصابين في السكري أو السمنة، النحافة، أمراض الكبد، الكلى، السرطان، في تغذية الحامل أو المرضع، أيضا في تغذية الرياضيين، وهذا جذب اهتمام الكثيرين في السنوات الأخيرة. أيضا أخصائي التغذية ممكن يتخصص في العناية المركزة، في التغذية الأنوبية والوريدية، في من ناحية الأمراض الاستقلابية، أو حتى أيضا الأشخاص اللي يعانون من الأطعمة من المشاكل في التغذية، يعني مثلا اللي يأكلون بنهم بسبب أسباب طبية. أيضا في مجال الأبحاث المتعلقة بالتغذية. يسعدني الإجابة عن استفساراتكم المتعلقة في تخصص التغذية السريرية عبر الحسابات المتاحة. طبعا مثل ما ذكرت لكم أنا ألفت إلى الآن الحمد لله كتابين، لست تفاحة وكتاب كيف تزيد من وزنك، كلهم موجهين لأفراد المجتمع. رابط المتجر موجود عندكم في الشاشة، وللتواصل حسابات التواصل سواء إيميل أو واتساب موجود عندكم في الشاشة. شكرا لاستماعكم.